إيشيروكو ياماموتو، اسم ارتبط بحروب حاملات الطائرات واسم ارتبط باسم اليابان في الحرب العالمية الثانية، إلا إن دور ياماموتو في الحرب العالمية الثانية كان أكبر من كده بكتير. بالإضافة لدوره في حاملات الطائرات، ياماموتو كان مسؤول عن إعادة تنظيم سلاح البحرية الياباني. ضيف على كده دوره في تطوير وتصميم طيران البحرية الياباني، وده كله بالإضافة لدوره السياسي داخل اليابان قبل وخلال فترة الحرب العالمية الثانية. وتعالوا نتعرف على إيشيروكو ياماموتو وعلى رحلته مع اليابان في الحرب العالمية الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد حسني وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وور باص، البرنامج باختصار وور اند بزنس، الحرب والبزنس. أدميرال إيشيروكو ياماموتو واحد من أشهر شخصيات الحرب العالمية الثانية، واسمه دائما مرتبط بحملات الطائرات، لكن أكتر حاجة مشهورة مرتبطة باسمه وهي الهجوم على ميناء بيرل هاربر والحرب مع أمريكا. إلى أن المعلومة المجهولة لمعظم الناس هي أن إيشيروكو ياماموتو هو أكتر واحد عارض بداية الحرب مع أمريكا، وده لأنه كان عارف كويس جدا مدى القوة الأمريكية اقتصاديا وعسكريا، وأن اليابان ما تقدرش تصمد في حرب أمام أمريكا إلا تحت ظروف معينة. إيشيروكو ياماموتو كان ليه أدوار متشعبة جدا داخل اليابان، علشان كده الكلام عنه هيكون في مجموعة حلقات، وفي خلال الحلقات هيكون التركيز الأساسي على إيشيروكو ياماموتو مع شوية تركيز على رحلة اليابان في الحرب وأسباب دخولها الحرب العالمية الثانية، وبرضه هيكون في مقارنة مع أدميرال شويتشي ناجومو. فلو ما شفتش حلقة شويتشي ناجومو ياريت تشوفها قبل ما تبدأ في إيشيروكو ياماموتو، لأن الأحداث مترابطة في بعضها. ونبدأ بالبداية لأن البداية هي اللي بتكتب النهاية. سنة 1904 إيشيروكو ياماموتو بيتخرج بالأكاديمية البحرية وبيخدم على متن السفينة الحربية نيشين، وبيشارك في الحرب الروسية اليابانية، والمقطع اللي جاي دلوقتي هيكون عن الحرب دي من حلقة شويتشي ناجومو. بدايتنا النهاردة مش هتكون في الحرب العالمية الأولى، وإنما هتكون في الحرب الروسية اليابانية اللي بدأت في الفترة بين 1904 ل 1905، وهي حرب في أغلبها حرب بحرية الهدف منها السيطرة على بحر اليابان وكوريا. الحرب بتنتهي بانتصار ياباني حاسم على الإمبراطورية الروسية، وفي خلال الحرب بيتم تدمير أسطولين روسيين. أهم معركة في الحرب كانت معركة سوشيما اللي حصلت في مايو 1905، أول وآخر معركة بحرية حاسمة يستخدم فيها السفن الحربية الحديثة. في المعركة الأسطول الروسي اتدمر بالكامل، تم إغراق 21 سفينة وأسر 7 سفن، ومع نهاية المعركة بتبدأ إمبراطورية اليابان في آسيا، لأن معركة سوشيما هي بذرة الفشل اللي اتزرعت في قلب شجرة النجاح، وده لأن قادة البحرية اليابانية اتزرع في السبكونشس أو اللاوعي عندهم أن السبيل في تحقيق النصر في المعارك البحرية هو تدمير السفن الحربية للعدو فقط لا غير، بدون أي اعتبار لأي عوامل تانية أو تغير ظروف المعارك والعمليات. وعلى عكس معظم قادة البحرية اليابانية، فإيشيروكو ياماموتو بيفلت من لعنة النصر في معركة سوشيما، وده لأنه بيغير تخصصه من مجال المدفعية البحرية والمدمرات إلى مجال حاملات الطائرات. مع نهاية الحرب الروسية اليابانية بتبدأ إمبراطورية اليابان في آسيا، ومع توسع الإمبراطورية اليابانية بيبدأ واحد من أسوأ الصراعات ما بين الجيش الياباني والبحرية اليابانية. سنة 1914 إيشيروكو ياماموتو بيلتحق بكلية أركان حرب وبيتخرج سنة 1916. بحلول سنة 1919 إيشيروكو ياماموتو بيكون واحد من ألمع قادة البحرية اليابانية. في الفترة بين 1920 و1930 ومع توسع الإمبراطورية اليابانية بتبدأ عداوة جديدة جدا ما بين الجيش الياباني والبحرية اليابانية، وده لأن اليابان بطبيعتها فقيرة في الموارد الطبيعية والمواد الخام، وعلشان تقدر تتوسع لازم تسيطر على الدول المحيطة بيها. الجيش الياباني كان هدفه هو التوسع البري في آسيا خصوصا الصين، وده بيتطلب ان الاسطول الياباني يتحول الى اسطول نقل للجيش الياباني، لان اليابان بطبيعتها جزيرة. البحرية كان لها هدف مختلف وهو السيطرة على المحيط الهادي في جنوب شرق آسيا، واحتلال كل المستعمرات الهولندية والبريطانية الغنية بالموارد الخام والبترول. إيشيروكو ياماموتو كواحد من سلاح البحرية بيدعم خطة البحرية، ودي بداية الصراع السياسي مع الجيش الياباني. وجدير بالذكر ان العداوة بين الجيش الياباني والبحرية اليابانية هي واحدة من اهم اسباب هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. العداوة بين الجيش الياباني والبحرية اليابانية كانت واحدة من اشرس واسوأ صور الكوربريت بوليتكس على مدار التاريخ، والكوربريت بوليتكس هي عبارة عن الصراع اللي بيحصل ما بين الادارات المختلفة في اي منظومة. المنظومة دي ممكن تبقى جيش او دولة او شركة او حتى فريق كورة. ولو حابب تعرف اكتر عن الكوربريت بوليتكس ففي حلقة مخصوصة عنها في سلسلة كبسولة على الطائر، وهتلاقي لينك الحلقة دي مع لينك حلقة شويتشي ناجومو موجودين في وصف او ديسكريبشن الحلقة، وبرضو موجودين في اول كومنت. التيار العام لليابان في فترة العشرينيات والتلاتينيات كان بيتجه بشكل عام للحرب وبشكل خاص للحرب مع امريكا. إيشيروكو ياماموتو كان معارض للحرب بشكل عام وكان معارض للحرب مع امريكا بشكل خاص.
لأنه درس في جامعة هارفارد واشتغل كملحق بحري للسفارة اليابانية في واشنطن، فعارف كويس جدا مدى قوة أمريكا اقتصاديا وعسكريا، وإن اليابان فعلا ما تقدرش تصمد قصاد أمريكا في حرب طويلة الأمد. وزي ما قلت، فكر ياماموتو كان معاكس تماما للاتجاه العام في اليابان. 1924 بتيجي اللحظة الفاصلة في تاريخ ياماموتو. ياماموتو بيغير تخصصه من المدفعية البحرية والمدمرات إلى حاملات الطائرات. سنة 1928 ياماموتو بيتولى قيادة أول حاملة طائرات يابانية حقيقية، وهي حاملة الطائرات أكاجي، وده على عكس اتجاه تشويتشي ناجومو اللي بيكمل في سلاح المدمرات والسفن الحربية لحد سنة 1941. وفي إبريل 1941 ناجومو بيتولى قيادة الأسطول الياباني الأول، وكما هو متوقع فإيسوروكو ياماموتو بيكون مؤيد وبقوة لتطوير الطيران البحري. بعد قيادة حاملة الطائرات أكاجي، ياماموتو بيتولى رئاسة قسم الأيروناتكس في السلاح البحرية. القسم ده مسؤول عن علوم الطيران وتطوير تصاميم الطائرات، وده السبب وراء دور ياماموتو الكبير في تطوير وتصميم طائرات البحرية اليابانية. وجدير بالذكر هنا ان تشويتشي ناجومو كان برضو مؤيد لتطوير الطيران البحري. ناجومو كان قائد كفء ولكن في مجال المدمرات والسفن الحربية وليس حاملات الطائرات. الدور الطبيعي لتشويتشي ناجومو كان مفروض يكون في اسطول الدعم اللي بيوفر الحماية لحاملات الطائرات. في الدور ده ناجومو كان هيكون في وضعية الفاهم مش حافظ، والتاريخ كان ممكن يفتكره كواحد من افضل قادة البحرية في الحرب العالمية الثانية. ولكن لما تم تعيينه اسطول لحاملات الطائرات على الرغم من افتقاره للخبرة، اتحط في وضعية الحافظ مش فاهم، وعلشان كده بيفشل في معركة بيرل هاربر ومعركة ميدوي، وبيتحمل المسؤولية الاكبر في هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. ولحد هنا انا بوصل لنهاية الحلقة. الحلقة الجاية هنتكلم عن الدور السياسي لياماموتو في اليابان ودوره في تطوير تصاميم طائرات البحرية اليابانية، وهنتكلم عن السبب الحقيقي وراء دخول اليابان الحرب العالمية الثانية. إذا عجبتك الحلقة دوس لايك، ما تنساش، واشترك في القناة لو مش مشترك، وأهم حاجة يهمني رأيكم في الكومنتات. رأيكم مهم جدا لأن هو بيساعدني إن أنا أطور المحتوى، وفي نفس الوقت فرصة كويسة لتبادل الآراء والأفكار. وأخيرا شير للحلقة لو عجبتك، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.